كثيرة كتشيل خطورة مركبات مواد تنظيف اللي كنستعملوها كل يوم، فشنو كنعرفوا على مواد تنظيف؟ الأدوات ولاو متعدين بزاف، والأغلبية كتأبورط أمر برا. تتهيج الحساسية وتتهيج الإنسان اللي عنده الضيقة وعنده التهاب في القصب الرئوية. ديك الرخيصة وزوينة راه ما كاينش. المنظفات المنزلية كتحتوي على مواد سامة، فشنو كنعرفوا على هذه المواد وما هي مخاطرها على صحة المستهلك؟ مشات حتى تأثير على الكبد، الكلي، كتمشي حتى أنها تكون مواد مسرطنة. كنشوف حروق اللي كتقدر توصل حتى للدرجة الثانية. هاد المواد الكيميائية عندها انبعاثات ديالها. في هاد الحلقة غادي نسلطوا الضوء على مخاطر استعمال المنظفات المنزلية، وهل يمكن استبدالها بمواد أخرى إيكولوجية لتقليل مخاطرها؟ كي باللحام الطبيعي ولا بالخزامة الطبيعية؟ لا، هذيك غير مواد صناعية. الإيكولوجية ما جاتش باش تعطي فعالية أقل، وإنما جات باش تطرح حل اللي هو الحفاظ على الصحة. ما كانش الاسم ديال الشركة، ما كانوش لي كومبوزون، تحاول تبعد من هذاك البرودوي. مركبات مواد تنظيف، طرق تصنيعها، مخاطرها والبدائل المتوفرة في الأسواق، كل هذه المعلومات غادي نجاوبوا عليها في حلقة جديدة من برنامج مساحة الضوء، حلقة المنظفات المنزلية، سموم التنظيف. مساحة الضوء الأحد على الساعة 9 مساءً.